السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا أينما كنتم. اليوم صدرت النتائج الأولية للتحقيق الذي أجرته السلطات السورية فيما يتعلق بمجزرة الحولة في محافظة حماة قبل أيام، وأدينت من قبل كل الأطراف وأثيرت حولها زوبعة كبيرة. أكدت السلطات السورية على لسان الناطق باسم الخارجية السورية الدكتور جهاد مقدسي بأن مجزرة الحولة بحمص التي حدثت قبل أيام، النتائج التي صدرت بحقها هي نتائج أولية، وأن هناك ملابسات وتعقيدات كثيرة بما فيها وجود بعض المسلحين في تلك المناطق، مما يحول دون التوصل إلى النتائج النهائية في هذا الأمر. ردود الأفعال الكبيرة التي صدرت في بعض دول العالم ومنها أوروبا وكندا والولايات المتحدة التي صار على إثرها إنهاء عمل السفراء والدبلوماسيين والقائمين بالأعمال في بعض تلك البلدان الغربية من الدبلوماسيين السوريين كخطوة ربما يعتقد أنها تمهيد لعمل عسكري ما، بخاصة حينما ذكرت سوزان رايس مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة بأنه إذا ما فشلت خطة عنان فسيكون هناك تحرك خارج إطار الأمم المتحدة. ما طبيعة هذا التحرك وكيف يمكن أن تنال أمريكا وحلفاؤها من الغرب والعرب النسبة المناسبة التي تؤهلها أن يكون هناك أرضية لوجستية وسياسية وأخلاقية لشن حرب جديدة في المنطقة تكون نتائجها كارثية لا سمح الله إذا ما حدثت. الأمر الذي دفع هيلاري كلينتون ومن خلال حديثها إلى عدد من الطلبة في إحدى الجامعات الدنماركية بكوبنهاجن إلى تبرير عدم اتخاذ أمريكا خطوات عملية بشأن استجلاب تدخل عسكري في سوريا، وكان من ضمن تلك التبريرات التي سنأتي عليها بالتفصيل وبالتحليل أيضا أن هناك معارضة قوية روسية صينية وأن هناك تشرذم في المعارضة السورية، ومن الأسباب أيضا هو لا يمكن المقارنة بين الوجود العسكري السوري بالمقارنة مع الوجود العسكري الليبي آنذاك بان مرحلة العقيد القذافي الراحل. فهذا كل ما سنأتي عليه في هذه الليلة، وهناك تحذيرات أيضا نريد أن ندرسها بعناية من حرب أهلية كارثية صدرت على لسان الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون، والمهل التي تعطى من قبل بعض الميليشيات للحكومة السورية أو للقيادة السورية لتنفيذ خطة عنادات البنود الستة خلال 48 ساعة، وإلا سيتم النظر في إجراءات أخرى. هذا ما نريد أن نتداركه ونتدارسه في هذه الليلة مشاهدينا. قبل ذلك يمكن أن تعبروا عن مطالبتكم للحكومة السورية بطرد كافة سفراء الدول التي أوقفت عمل البعثات الدبلوماسية السورية على أراضيها من خلال إرسال رسالة فارغة عبر الرقم 1842 وكذلك عبر الإيميل voting@dunya.tv. النتائج سترسل إلى وزارة الخارجية والمغتربين السورية. مرحبا بكم مشاهدينا، ويسرني أن يكون معي في هذه الليلة من برنامج ساعة حرة من تلفزيون دنيا الأستاذ غالب قنديل عضو المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في لبنان. مرحبا بكم، الحمد لله على السلامة. شكرا شكرا، الله يعطيك العافية. نريد أن نقرأ القراءة الأولى فيما يتعلق بالتحقيق الذي صدرت نتائجه الأولية وأعلنت اليوم بشكل رسمي في سوريا. كيف يمكن أن تؤدي مثل هذه التحقيقات إلى إعادة الكرة من حيث أتت، أو بمعنى كيف يمكن أن تقنع الآن ذلك المجتمع الذي يطالب بتصعيد الموقف ضد سوريا؟ لنتفق بداية أن قرار الدولة الوطنية السورية بإجراء تحقيق مرتبط باحترامها لمسؤولياتها عن سلامة مواطنيها، لمسؤوليتها تجاه الأطفال الذين كانوا ضحية هذه المذبحة المروعة التي ارتكبت على الأرض السورية. التحقيق هو أولا للشعب السوري، ليعرف الشعب السوري الحقيقة ولتعيين المجرمين الذين ارتكبوا المجزرة ولمحاسبتهم. هذا هو منطق الدولة الوطنية السورية، منطق المؤسسات. وأنا اعتبرت أن مسألة مخاطبة الغرب الاستعماري يعني هي آخر ما يمكن أن نهتم به في هذا الأمر،
ما يهمنا هو أن يعرف الشعب السوري، الرأي العام السوري حقيقة ما جرى، أن يعرف حقيقة من ارتكب هذه الجرائم بحق عائلات سورية آمنة، وهذا هو الأساس، وأن تتخذ الدولة الوطنية السورية الإجراءات العملية القضائية التنفيذية المتصلة بمحاسبة مرتكبي المجزرة. المسألة الأساسية هي هنا. الرأي العام الغربي كرأي عام نستطيع أن نخاطبه بوسائل الإعلام، ولكن الحكومات الغربية والحكومات العميلة في المنطقة المرتبطة بالمخطط الغربي هي ضالعة في حرب عالمية لتدمير سوريا، لتفتيت سوريا، لتفكيك الدولة الوطنية السورية والكيان السوري وتمزيقهما، ولإغراق سوريا في مستنقع من الدماء كرمى لعيون إسرائيل. هذه العملية متواصلة ومستمرة منذ أذار 2011. طيب، أنا علمت من مسؤول أمني لبناني أنه تلقى تقريرا من مخابرات دولة أوروبية قبل أسبوعين من المجزرة، يقول أنه من المتوقع أن يقع حدث كبير له ضجة واسعة النطاق في سوريا. قال لي هذا المسؤول الأمني اللبناني أنه أنا توقعت أنه قد يكون هناك تخطيط لعملية اغتيال أو لشي تفجير انتحاري جديد، لأنه كمان المخابرات الغربية هالأيام عم تشتغل كتير بمتابعة خلايا القاعدة الناشطة في سوريا والناشطة في لبنان أيضا، حيث تقيم أوكار في حضن تيار المستقبل وجماعات التكفير على الأرض اللبنانية. عندما وقعت المجزرة قال لي عرفت أنه هذا هو الحدث الكبير المدبر. وأنا هون يعني كتار بيحكوا عن موضوع المؤامرة، تاريخنا المعاصر كله محكوم بالمؤامرات، يعني المؤامرات الاستعمارية الغربية، سايكس بيكو كانت مؤامرة مزقت منطقتنا، وعد بلفور كان مؤامرة انتهت بزرع الكيان الصهيوني واغتصاب فلسطين وتشريد شعبها. يعني من يحاولون أن يهزأوا بنا وبمنطقنا بهذا الاعتراض الباهت يسمحوا لنا. شو السر أنه وقعت هذه المجزرة وانطلقت حملة إعلامية باتهامات خبط عشواء؟ اليوم تابعنا بتقرير التحقيق إثبات حقيقة أن الفحص والمعاينة أكدوا انتفاء أي إمكانية لأن يكون الضحايا قد سقطوا بقصف مدفعي. أول رواية طلعت وعهرت فيها أدوات الحرب الإعلامية على سوريا كانت تقول أن قذائف الدبابات قتلت الأطفال، هذا اللي أعلن، ولدرجة أنه مسؤولين بالأمم المتحدة تبنوا هذه الرواية من ذات المصادر التي تفبرك الأكاذيب حول الوضع السوري. النقطة الثانية، عندما تبين أن عملية القتل تمت بالرصاص وبإطلاق النار عن قرب وعلى الرؤوس، أي أنه قتل متعمد، وهذا اللي نقلوه بعض المراقبين الدوليين ببعثة أنان اللي عاينوا الجثث، بدأ الكلام في الاتهامات بلغة أخرى قد تكون جماعات موالية التي نفذت المجزرة. اليوم بالتقرير الأولي، وهو تقرير أولي نتوقع أن يجري العمل على استكماله والذهاب فيه إلى النهاية والخروج بأسماء المرتكبين وبالوقائع وبإعادة بناء رواية ما حدث بالتوقيت وبالتواريخ وبالتفاصيل، تبين أنه في عائلة أحد أعضاء مجلس الشعب كانت أول المستهدفين بعملية إبادة، وتبين أنه في مجموعات مسلحة اعتدت على قوات حفظ النظام في المنطقة، وأن قوات حفظ النظام تحصنت في مواقعها ولم تتحرك على الإطلاق. هاي وقائع نحن بهمنا الشعب العربي السوري أولا، هو اللي يتعرف عليها، هو اللي يستوعب معناها في مواجهة حملة التضليل الإعلامية. طيب، في شيء بيلفت دكتور محمد، طلعت الحملة الإعلامية على المجزرة، سددت الاتهام، استعملت صور بعضها كان مزور، طلع صحفي إيطالي مصور صحافي من إيطاليا
ليعلن أن بعض الصور التي استعملت التقطها بنفسه في إحدى المجازر التي وقعت في العراق سنة 2003 بشهر أيار ل 2003، وسحبتها البي بي سي مع الاعتذار. معنى ذلك أنه كنا أمام حملة منظمة. أنا قناعتي الشخصية كاستنتاج تحليلي أمام الوقائع التي جرت، وبعد منها بكبسة زر كرت عملية إبعاد السفراء السوريين. يعني تقصد أن المجزرة ما كانت ارتجالية؟ المجزرة هي جزء من سيناريو الحرب على سوريا والذي أخذ القرار، ورح أقول لك ليش. الولايات المتحدة صاحبة القرار بالمجزرة، كائنا من كان المنفذ، مجموعات من القاعدة مرتزقة بيدفع لهم سعد الحريري، مجموعات تابعة لبندر أعيد تدويرها من عصابات الإرهاب والتكفير، مجموعات لصوص وقطاع طرق وهم موجودون على الأرض السورية، المعارضات الأشتات المعارضات في الخارج هي عم تحكي أنه في لصوص وقطاع طرق حاملين سلاح، عم يجيهم المال والسلاح من حمد ومن سعود وفيصل وغيرهم، وعبر ممرات أردوغان السرية أيضا، كائنا من كان المنفذ. الولايات المتحدة تصطدم منذ أكثر من سنة بالشيء اللي نقلته حضرتك عن لسان هيلاري كلينتون بالمحاضرة اللي تحدثت عنها بمقدمة هذا الحوار، والذي هو العقدة الصينية الروسية. نحن نعلم أن روسيا والصين مارستا حق النقد الفيتو مرتين في وجه قرارات كانت تريد الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، هذا الثالوث الاستعماري المشؤوم، أن تطور بها أدوات للتدخل وصولا إلى الغزو العسكري لسوريا. تذليل هذه العقبة مرق بثلاث مراحل، واسمح لي وضحها هالمسألة. كتبوا كتار من المخططين الأمريكيين أنه علينا أن نختبر إمكانية التفاوض مع روسيا حول مصالحها هي والصين، وأن نعرض عليهما مقايضات معينة لفتح الطريق أمام التدخل في سوريا بقرار في مجلس الأمن الدولي. حصلت سلسلة زيارات ولقاءات إذا بتتذكر لوزراء الخارجية الأمريكيين، وحصلت لقاءات ثنائية في بلدان ثالثة بين الولايات المتحدة وروسيا وبين الولايات المتحدة والصين، وانتهت كل المحاولات إلى الفشل. روسيا والصين رفضتا اعتبار موقفهما المبدئي من الموضوع السوري مادة للمقايضة مع الولايات المتحدة، وهذا أمر كتبته كل التقارير الصحفية على امتداد الأشهر الماضية. حاولوا بمسعى آخر أن يستعملوا قطر والسعودية ودفشوهم على روسيا والصين لعرض صفقات كبرى، صفقات سلاح وشراكات في البترول والغاز وخطوط النقل العملاقة، ورفضت روسيا والصين. شو سر الرفض الروسي والصيني؟ سره بالتحديد أن هذه السوريا وأن رئيس سوريا الدكتور بشار الأسد يمثلان سوريا بشعبها بقيادتها بجيشها، تمثل القلعة وحجر الزاوية في إعادة بناء التوازنات العالمية. هل نحن نبالغ في هذا الاستنتاج؟ القيادة الروسية تعرف والقيادة الصينية تعرف أنه سنة 2003 عندما احتل العراق، وعندما كان المخططون الروس والصينيون يوصون القيادات الروسية والصينية بمحاذرة الاصطدام بإدارة بوش التي أسموها بالثور الهائج آنذاك، كان على سطح الكرة الأرضية كلها رجل واحد يقف في وجه الإمبراطورية الأمريكية ويرفع التحدي، وكانت على حدود بلاده قوات أمريكية عديدة، نصف مليون جندي آنذاك عندما جاء كولين باول وصفعه الرئيس الأسد برده خائبا بالشروط التي حملها وحاول إملاءها. روسيا والصين تعرفان أن المصلحة القومية الروسية والمصلحة القومية الصينية اللي بتفترض التأسيس لتوازنات جديدة وإلغاء الهيمنة الأمريكية تمر بالثبات والصمود السوري، وروسيا والصين مش مستندة على كتلة رمل. سوريا وشعبها وجيشها ودولتها أثبتوا قدرة عالية في مواجهة حرب عالمية. مليارات الدولارات صرفت حتى الآن في الحرب الإعلامية، في توريد السلاح، بتمويل العصابات المسلحة، بتكوين واجهات وديكورات سياسية، بشراء وزراء خارجية،
بشراء الجامعة العربية بالجملة على طريقة شوال البطاطا بأسواق الخضار، وإصدار الأوامر مباشرة من المخابرات الأمريكية لكل هذه الأوركسترا العالمية والإقليمية، ورغم ذلك سوريا صامدة ثابتة، لم ترضخ لم تهن. لذلك طلعوا بعض الخبراء الأمريكيين من حوالي 5 أو 6 أشهر، وبعضهم من المرتبطين باللوبي الصهيوني بمعهد واشنطن، ليقولوا أنه لا يمكن تليين العناد الروسي والصيني إلا من خلال استثمار أحداث دموية تجري على الأرض السورية لخلق ضغط معنوي يسمح بالتأثير على الموقف الروسي والصيني في مجلس الأمن. إذن هم كانوا بحاجة لمجزرة واشتروا المجزرة، وسبق لأمريكا ولفرنسا ولبريطانيا بحروبهم الاستعمارية كلها أن قاموا أولا بتنفيذ المجازر، ثانيا بهندستها عبر قوى عميلة لاستثمارها في سياق حروبهم. يعني هذا شيء منه جديد على السلوك الاستعماري الغربي في التعامل مع بلداننا حين يريدون التدخل. طيب اسمح لي أذكر، طبعا بدي أقول أنه ما قدروا يأثروا على الموقف الروسي والصيني، والدليل أنه مبارح الرئيس بوتين بنفسه أصدر بيان يقول فيه أن الموقف الروسي من الوضع في سوريا ثابت، لأنه يستند إلى مبادئ لا مجال لزحزحتها تحت أي ضغط. بالضبط، وهو ما أريد أن أذكر وأذكر حضرتك والسادة المشاهدين بأنه في تصريح للسيد ديمتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال بأنه الموقف حول سوريا متوازن ومنطقي ولن يتغير تحت الضغط، وقال بأن هذا الموقف يعني سيتغير تحت ضغط، أي يعني أنه من يقول أن الموقف سيتغير تحت ضغط أي كان، هذا الكلام غير صحيح وأنه وهم. لكن أريد يعني أن نشير أيضا بأنه استفادت ربما بعض الأوساط الغربية من هذا التصريح، وحللوا الموقف الروسي بأن الموقف الآن الروسي لم يكن كما كان سابقا، بخاصة حينما صدر تعليق جديد يقول بأن روسيا لا تساند النظام في سوريا، إنما تساند سوريا كحليف وكعلاقات استراتيجية وعلاقات قديمة. فهم يعولون الآن كما قالت فيكتوريا نولاند بأن موضوع مجزرة الحولة قد يعمل تحول في الموقف الروسي والصيني باتجاه أن هاتين الدولتين ستدركان صعوبة الموقف، وبالتالي سيتحولان إلى الخندق الغربي. دكتور محمد، أولا يتحولان إلى الخندق الغربي والولايات المتحدة هاجمة عم تلعب بالداخل الروسي بمواقع النفوذ التاريخية لروسيا، وفلاديمير بوتين القيصر الجديد زعيم النهضة الروسية الجديدة، والحضور الروسي على طاولة المعادلات الدولية الكبرى يريد أن يسترجع أوروبا الشرقية. هذا زمن ولا يعني الرهان فيه بيزبط كان أيام يلتسن. اليوم اكتملت دورة انهاض قوة روسيا، وقوة روسيا لها صراع تناحري على الموارد وخطوط نقل الطاقة وأسواق السلاح في العالم مع الولايات المتحدة. تكوين البنيوي للاقتصاد الروسي والاقتصاد الأمريكي هو ذاته، المجمع الصناعي الحربي ومجمع النفط والغاز في روسيا، وكارتلات النفط وكارتلات السلاح في الولايات المتحدة. واحد. اثنين، روسيا عملت كمستعمرة من قبل الأمريكيين، حتى اليوم يتدخل الأمريكيون في الشأن الداخلي الروسي، وبالتالي لا مجال للكلام عن التحاق روسيا بالغرب. حجم الصراع بين الصين والولايات المتحدة، هذا الرئيس باراك أوباما مش جورج بوش عشو بنى استراتيجية الدفاع الجديدة للولايات المتحدة على مبدأ أن الصين هي العدو. شو السبب؟ طيب الصين ما أقدمت على أي استفزاز حربي بمواجهة الولايات المتحدة، لأنه التنافس التجاري، الحرب التجارية، الحرب على الطاقة، على الموارد، على خطوط نقل الطاقة في العالم، هذا نزاع مصيري ووجودي بالنسبة للقوى العظمى في العالم. أنا يا سيدي أولا بدي أقول لشعبنا العربي بسوريا، لو اجتمع العالم كله، سوريا ك
كعمود فقري لمنظومة المقاومة لا يخيفها شيء. حرب تموز خضناها سوا، وكان الرئيس بوتين بقمة بطرسبرغ ساند البيان الذي يقول أنا من حق إسرائيل الرد. ويوم ذاك كانت روسيا في حالة ضعف وتخشى الاصطدام بالولايات المتحدة. خضنا حرب تموز وصمدنا وانتصرنا، كانت النتيجة أن بوتين استخرج العبرة، وكانت حرب القوقاز ردا على الاستفزازات الأمريكية عبر جورجيا. وبالتالي الروسي، الاستراتيجيون الروس يعلمون أن في سوريا وفي الشرق وفي منظومة المقاومة عناصر التحولات الكبرى في التوازن الدولي، وهم لهم مصلحة، يبحثون عن مصالحهم القومية. الأمر الثاني، قدراتنا وإمكاناتنا أكبر بكثير مما بيتخيلوا. في خبير إسرائيلي قرأت مضمون ما قاله للقناة العاشرة الإسرائيلية مؤخرا، رؤوفين بنت سور، قبل أيام بسيطة قليلة، يقول أن تماسك الجيش العربي السوري وتماسك الشعب السوري والتفافه حول الرئيس بشار الأسد رغم كثافة الضغوط التي بذلت ليس هو فقط مظهر قوة سوريا. يتحدث هذا الخبير الإسرائيلي عن امتلاك سوريا الآن لمنظومة صواريخ جديدة لم تسلمها روسيا خارج أراضيها لأي أحد إلا لسوريا. ويقول عن هذه الصواريخ المضادة للطائرات أنها تسقط أي هدف في الجو ضمن مساحة 2 كيلومتر مربع. هذا كلام الخبير الإسرائيلي. ويضيف أيضا أنه هاي المنظومة الدفاعية التي تمتلكها سوريا مرتبطة بمنظومة رادارات على مدى 4500 كيلومتر. روسيا ما بتاخذ قرارات استراتيجية من هالنوع اللي عم يحكي عنه هذا الخبير الإسرائيلي إلا مع حليف استراتيجي كبير يمثل إحدى مرتكزات الحركة العالمية استراتيجية للقوة الروسية العظمى. اثنين، نحن بسوريا وبالشرق بمنظومة المقاومة نحن مجموعة واحدة. تعرض سوريا للعدوان لن تكون سوريا بمفردها في مواجهته. بعتقد طلع موقف واضح من إيران، طلع موقف واضح من العراق، وهناك موقف معروف للمقاومة اللبنانية ولفصائل في المقاومة الفلسطينية أيضا. استهداف سوريا هو استهداف لكل هذه المنظومة. هذا تبلغه أردوغان، وهذا بتعرفه إسرائيل، وهذا بتعرفه أمريكا، وهن الغرب. إذا بترجع للتحليلات الأمريكية، تقارير مراكز الدراسات بما فيها معهد واشنطن التابع للآيباك، بيقول لك نخشى من التدخل في سوريا لأن ذلك قد يشعل حرب إقليمية تهدد إسرائيل. هم يقولون ذلك لأنهم يعلمون أن هناك منظومة مقاومة ستخوض المواجهة بالتكافل والتضامن إلى جانب سوريا وشعبها وجيشها وقيادتها. سوريا ليست وحيدة في مواجهة الاستهداف الاستعماري لأنها لم تترك أحدا من أحرار الشرق وحيدا حين استهدفه المستعمرون. لا الفلسطيني ولا اللبناني ولا العراقي ولا الإيراني كان له ظهير عندما يستهدف إلا سوريا. وحتى بعض حكام الخليج العقوقين المتنكرين لجميل ولفضل شعب هذا البلد وقيادة هذا البلد يعرفون أنهم حين استهدفوا واستفردوا كانت سوريا العربية هي التي تقف إلى جانبهم. الشعوب تحفظ الجميل، ولذلك أنت بتشوف بيجي على الشام نخب وكتاب ومفكرين من مصر ومن الأردن ومن تونس ومن كل بقاع العرب يشهدون لقلعة المقاومة العربية التي تمثلها سوريا. أنا رأيي هذا البلد صنع من التحولات في المنطقة والعالم في هذه الحرب العالمية ما يجب أن نعيه وأن ندركه وأن يعرفه جميع الأخوة في سوريا، لأنه يعزز ثقتنا بنفسنا وبقدرتنا على المقاومة والمواجهة. رح أرجع مع حضرتك لأن في عندنا حكي كثير نتحدث فيه فيما يتعلق بموضوع السفراء، موضوع التحذيرات، حرب نفسية، كله حرب. شو بغيروا السفراء بميزان القوى بيريحوا له موازنته العسكرية لهولندا؟ هذا الرئيس الفرنسي اللي جاي من معامل اللوبي اليهودي،
ما بيختلف بشيء عن نيكولا ساركوزي، بيعدلوا له موازنته بشكل يبطل يسحب قواته من أفغانستان، ليش عم يسحبه من أفغانستان؟ رح أرجع مع حضرتك بس توقف بالفاصل ونستكمل تلك التفصيلات مع السادة المشاهدين. صلاة الغائب على أرواح شهداء الحولة وكل شهداء الوطن عقب صلاة الجمعة في كل مساجد سوريا. ورئيس لجنة التحقيق بمجزرة الحولة يقول إن الاستنتاجات الأولية بينت أن ما بين 600 إلى 800 مسلح قاموا بمهاجمة قوات حفظ النظام والمنطقة، وجميع الضحايا من عائلات مسالمة رفضت الوقوف ضد الدولة، وأن جميع الضحايا قتلوا بأسلحة نارية من مسافة قريبة وأدوات حادة، وليس عن قصف. وعدد كبير من الجثث يعود للإرهابيين الذين قتلوا في الاشتباك مع قوات حفظ النظام. ومقدس يؤكد أن هناك دوائر وغرف مظلمة تعمل على استهداف سوريا وأحداث فتنة يبغضها جميع السوريون، وتشكيل ائتلاف باسم أحزاب وقوى التكتل الوطني والديمقراطي، ويضم عددا من الأحزاب الجديدة والهيئات المدنية والشخصيات ومنظمات من المجتمع المدني التي تعمل في الداخل السوري. والجهات المختصة تخلي سبيل 500 شخص ممن تورطوا في الأحداث ولم تتلطخ أيديهم بالدماء. أخبار الدنيا الدقيقة، دقيقة واحدة بدقيقة. حياكم الله وبياكم مشاهدينا من جديد في هذه الساعة الحرة من تلفزيون الدنيا. معنا ضيفنا الأستاذ غالب قنديل، عضو المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في لبنان. مرحبا بك مرة ثانية. كنا نتحدث عن موضوع التحقيق الأولي الذي صدر من قبل الخارجية أو السلطات السورية، وأعلن على لسان وزارة الخارجية السورية اليوم وأنه أولي، وسيتم النظر في الملابسات والتفاصيل أخرى، لكنها تحتاج إلى وقت أطول وتحتاج إلى تعاون من قبل أطراف مختلفة. هذا الشق تحول إلى أنه يعده البعض هو نقطة تحول حتى يتم فيه تحول دولي. في تصريحات ظهرت على هذا الموقف ذكرناها، ومنها تصريح أحد القادة الإسرائيليين وهو الجنرال يائير جولان قائد القوات الإسرائيلية على الحدود مع لبنان وعلى الخط مع الجولان المحتل، ذكر الآتي، ذكر بأن سوريا ستتحول، هكذا جاء على صحيفة الحياة، ستتحول إلى دولة فاشلة وستصبح مخزن أسلحة الإسلاميين المتشددين، وقال أنها ستنزلق إلى الفوضى في حال استمر الحال على ما هو عليه، وستكون في أتون حرب أهلية، وهو ما سيؤدي إلى تحولها إلى دولة فاشلة وسيزدهر فيها الإرهاب، مشيرا إلى أن لدى سوريا ترسانة كبيرة من الأسلحة تشمل أسلحة روسية الصنع وصواريخ أرض جو وصواريخ أرض أرض وصواريخ بحرية. وجولان قال أمام جمع من الطلبة والأكاديميين في مركز بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية يوم الأربعاء يعني امبارح، قال إن سوريا تملك أيضا أسلحة كيميائية لم تستخدمها قط في حربها ضد إسرائيل، لكن يمكن أن تكون سلاحا مغريا للمتشددين، لافتا إلى أن ملامح الخطر على إسرائيل بدأت تتشكل وأن التحدي الذي نواجهه ضخم. وقال بأن قوات ما سماها الدفاع الإسرائيلية منشغلة بالاستعداد ووضع الخطط والوسائل الملموسة على طول الحدود طبعا، لكن لم يذكر ما تلك. هناك شيء ميداني يحصل حتى في المنطقة. دكتور محمد، في تخطيط لإغراق سوريا بالفوضى ولا إطلاق عملية تقسيم وتفتيت وحرب أهلية. المجزرة من استهدافاتها الضغط على روسيا والصين لمحاولة فتح الطريق في مجلس الأمن، هذا هدف فشل. هدف ثاني محاولة إثارة فتنة داخلية، وأنا بعتقد أن السوريين قادرين على إفشال هذا الهدف بتأكيد التمسك بالوحدة الوطنية
وبهبة واحدة في مواجهة العدوان المتمادي على الوطن، وبالتأكيد الالتفاف حول الدولة والجيش. يعني نحن عشنا تجربة مرة في لبنان مع التآكل الداخلي، مع الاقتتال الأهلي، مع الفتن والمذابح اللي وصلت الشعب اللبناني لحالة من اليأس والإحباط لدرجة أنه صار يبحث عن الحل بأي ثمن من الحرب. في سوريا دولة وطنية قوية متماسكة ولديها مؤسسات، وهناك جيش قوي، وهذا الجيش لم يستخدم شيئا من قدراته حتى الآن، لأن الدولة الوطنية السورية تريد أن تعالج بروية وبحكمة، وهي تجاوبت مع كل المساعي. وأنا بتفهم أنه نلمس حالة من التعب، حالة من يعني الضيق بكل هذا الجو المتشنج والمتوتر اللي مفروض على أهلنا بسوريا. بتفهم تماما كمان التبرم من استمرار القلق. بعرف أنه في كتير ناس ممكن يكون عندهم تساؤلات أنه شو بعدنا ناطرين وشو استفدنا من مهمة أنان. وأنا شخصيا أعتقد أن أنان حتى الآن لم يثبت أنه متوازن ونزيه في أداء المهمة كما ينبغي، لأنه الذي يعرقل خطة أنان هن أصحاب خطة الفوضى. خطة أنان اليوم معتقلة داخل بند الأول اللي هو وقف العمليات القتالية. طيب الحلف الغربي والحكومات العميلة للغرب في المنطقة شو عم يعملوا؟ عم يبعثوا سلاح ومال يعني عطلوا وقف القتال، وهم يصدرون التعليمات والأوامر لأشتات المعارضات في الخارج اللي قاعدة بحضنهم وبتعيش على أموالهم وبترتبط بمخابراتهم بتعطيل الحوار. وهناك مجموعات في الداخل تقع تحت ابتزاز معارضات الخارج فتنكفئ أيضا عن تلبية الدعوة إلى الحوار. ماذا بقي من مهمة أنان؟ إذا يعني الدولة نفذت التزاماتها، وب 12 نيسان انتقلت قوات حفظ النظام إلى موقع دفاعي، وأوقفت كل العمليات الهجومية التي كانت الدولة الوطنية السورية قد باشرتها. نعم أنا أعتقد أن إعادة تقييم واجبة للتجربة مع مهمة أنان، تحديد مهل زمنية للخروج بسلوك متوازن لأنان وللمراقبين أن يسموا الأشياء بأسماء، أن نجدهم يدينون حكومات كقطر والسعودية وتركيا ترسل السلاح والمسلحين. تيار المستقبل أنان زار لبنان يفترض اليوم، لكن هل هذا جزء من مهمة أنان أن يدين تلك الدول مثلا؟ أن يطالب مجلس الأمن، ما بده يقدم إحاطة لمجلس الأمن؟ ما منشوفه إلا بيتوجه للدولة السورية. طيب الدولة السورية تقوم بكل واجباتها، أين واجباتك في كشف من يعرقل، في التصدي للعصابات المسلحة، في تسميتها بأسماء والقول أنها؟ نعتقد ونظن أن هناك فريقا ثالثا ما، هذا كلام ما بيخدم تثبيت عملية وقف العمليات العسكرية ولا تحديد الجهات المسؤولة ولا اتخاذ إجراءات. يعني أنا بقول لك أنه أنا لبناني وأطالب الدولة اللبنانية بتفكيك منصة الحرب على سوريا اللي أقام سعد الحريري وسمير جعجع والجماعة الإسلامية ومجموعات التكفير بلبنان، ومنعرفهم بالأسماء، ومسلمين عصابة ما يسمى الجيش الحر مستشفى بطرابلس منع ضابط لبناني من دخوله قبل أيام من عناصر مسلحة على بابه، لبين ما اجت دورية من الجيش اللبناني أمنت له الحماية وخرج بصحبتها. وهؤلاء اعتدوا على الأمن اللبناني في منطقة طريق الجديدة وشاركوا في شغب عملته ميليشيا المستقبل. هذا واقع أنا بطالب الدولة اللبنانية بتفكيكه. بس من واجبات أنان أن يقول للدولة اللبنانية في تقارير تسلمها يفترض من الدولة السورية عن عمليات تهريب أحبطت، عن سلاح نقل عبر لبنان، عن جماعات إرهابية تسللت عبر لبنان. واجب كوفي أنان كان من أول ما شرف لأداء مهمته أن يقدم إحاطة لمجلس الأمن عن خطوط التهريب، عن خطوط التمويل، عن خطوط التسليح. وكان من واجب الشريك الروسي أيضا أن يبدي حزما أعلى داخل مجلس الأمن الدولي للمطالبة بعقوبات على من يخرق القرارات المتصلة بمهمة كوفي أنان. هؤلاء يريدون إغراق سوريا في الفوضى.
أنا أتفهم التحفظات وأرجو أن يتفهم الأخوة في شعبنا العربي السوري اللي هني عم بيعانوا، ما لناش حق أن أستزع عليهم. يعني كنا نحن وتحت حصار بيروت ب82 كنا مصابين بوجع، كنا نتحسس من أي اقتراح أو كلمة تأتي من حدا من خارج بيروت حتى لو كان من قلب لبنان. أنا ذاك أنا أفهم تماما هذه المعاناة وأنحني احتراما أمام كل خسارة، أمام كل قطر الدم من أبناء شعبنا العربي السوري من كل المواقع، حتى أولئك المغرر بهم الذين تورطوا في الأعمال الإرهابية، هم خسارة، انحرافهم خسارة لنا ومقتلهم خسارة لنا أو سجنهم خسارة لنا. أستاذ قد يعني خليني أعود مع حضرتك أستاذ غالب للنقطة اللي أثرتها حول موضوع أداء عنان وفريق المراقبين والخطة بذاتها، أنت تتشكك فيها وتقول بأنها لم تكن كما يجب وأن يجب أن تحدد بمهل زمنية معينة حتى يكون هناك واقع على الأرض مختلف. نعم، وأن تقترن بتسمية الأشياء بأسمائها، يعني العصابات الإرهابية المسلحة التابعة للمعارضات السورية، هذه العصابات تمنع وقف القتال، لم تلتزم، ليش؟ في بند بيقول إلقاء السلاح. طيب أنا بدهم يوصلوا، خلينا نفصلها بطريقة يعني أكثر، خلينا نفكر كما يقال بصوت مسموع أكثر. نعم. ونتكلم بلسان حال السوريين جميعا ولسان حال المحبين لهذا البلد. المعارضة الآن وبخاصة منها المسلحة بما يسمى بالجيش السوري الحر تطالب عنان بإعلان فشل خطته. هناك تشكك من قبل السلطات السورية بموضوع أداء فريق المراقبين، تشكك من قبل المجتمع السوري بكل أطيافه بأداء فريق المراقبين، من قبل المحللين، من قبل المتابعين بأن هذا الفريق أو هذه الخطة هي لا تزال في مرحلة جمود، مرحلة مخاض، لم يسفر عنها أي تنفيذ للبنود الستة التي هي بالنتيجة بصالح كل الأطراف وبصالح الشعب السوري بالدرجة الأساس، لأنه هو المتضرر من كل عمليات العنف التي تجري ومن كل أزمة التي جاءت الآن حتى على الاقتصاد. في حال فشلت خطة عنان وتركناها جانبا بعد ما كنا متحمسين يمكن جميعا أن تنفذ وتطبق وتظهر العلن، ولا نزال. لكن في حال فشلها أستاذ غالب ما هو البديل؟ خلي نحكي أول شيء من كان يريد إفشاله ولا يزال، الولايات المتحدة ودول الناتو الاستعمارية والحكومات العميلة التابعة في المنطقة هن اللي بدهم يفشلوا الخطة. ولكن أنان لم يسمي الأشياء بأسمائها وهو يتجه أحديا. أنا أتحدث عن تصحيح مسار في هذا الموضوع، لأنه خطة أنان رضخت للولايات المتحدة مكرهة وإجت في حصيلة التقاط زمام المبادرة من قبل روسيا، والأمريكيون في كل الكواليس الدبلوماسية في العالم يسلمون اليوم أنهم اضطروا للرضوخ للمشيئة الروسية في متابعة هذه المهمة والقرارات التي استصدرت لتغطيتها. ولكن هناك خلل، وليس الخلل ربما في أداء المراقبين. يعني طلعت مجموعة تصريحات نسبت للجنرال مود، تبين بعد شوي أن لمنسق الأنشطة اللي هو معاون أمين عام الأمم المتحدة، وأمين عام الأمم المتحدة ومجموعته مدارين من قبل الأمريكيين. أنا عم أقول مهمة أنان خاضعة لضغوط، ضغوط الدول التي تريد تخريب هذه المهمة، والدول التي تريد تخريب هذه المهمة اللي عم تودي سلاح ومصاري وإرهاب وقاعدة عم تصدرهم على سوريا، دول وأطراف وأجهزة مخابرات. المطلوب تصويب الأداء. تصويب الأداء يتطلب مراجعة مع الشريك الروسي، ويتطلب، وأنا أعتقد أن الدولة الوطنية السورية تقوم بواجباتها على هذا الصعيد، ويجب أن يعني نكون متفهمين لكل الليونة التي أبدتها الدولة السورية في التعامل مع هذه المهمة، لأنه عم تنزع فتيل الاعتداء على سوريا. يعني كل التعاون مع روسيا مضمونه الأساسي تحصين وضعية الدولة الوطنية السورية، وضعية سوريا كوطن في مواجهة مخاطر الغزو والاعتداء الأجنبي اللي الولايات المتحدة تجاهر كانت بسعيها إلها. هذه الحصانة قدمت التعاون والشراكة مع روسيا والصين، ولكن اليوم دخلنا مرحلة صارت تستدعي إعادة تقويم. إعادة التقويم تطرح أهمية تصحيح المسار. طيب هذا ما الذي يقوم به ذلك التقويم الذي تتحدث عنه؟ ما الذي يصوب تلك
الدولة الفعاليات. الوطنية السورية، الشريك الروسي والشريك الصيني اللي هن معنيين سوا بشكل ما هي مشترك. الآلية؟ كيف يمكن التصويب؟ أعتقد أن المراجعة العملية لتصريحات وبيانات، ويعني هناك تقرير يتوقع أن يقدمه سيد كوفي أنان، هذا التقرير يجب أن يتضمن ويجب أن نطلب منه عمليا، نحن بنحكي بوسائل الإعلام، أن يطلب إليه أن يضمن هذا التقرير كمية من المعلومات والمعطيات عن الدول المتدخلة لتخريب الخطة، أن يحدد طبيعة التدخلات التي تعني تخريبا للخطة، إرساليات سلاح، شو لطفلة اثنين وشو لطفلة واحد ولطفلة ثلاثة وما بعرف قديه. يعني اليوم يتحدث الصحفيون الأجانب اللي بيجوا على سوريا أنه في كمية سلاح غير معقولة، هذا السلاح منين تدفق؟ مين اللي بعته؟ مين اللي اشترى حقه؟ مين اللي موله؟ طيب لماذا لم يطلب السيد كوفي أنان الاطلاع على التحقيقات في الباخرة لطفلة اثنين؟ ما السلاح الذي كان مقدرا له أن يفرغ في ميناء طرابلس كان مقررا له أن ينقل إلى سوريا من أجل تخريب مهمته؟ لكن بالمقابل أمريكا تطالب بإدانة شحنة الأسلحة الروسية التي توجهت إلى سوريا، وقالت بأن هذا العمل يجب أن يدان ويستحق الإدانة. وردت روسيا وقالت إن هذه الشحنات هي جزء من علاقة مشروعة ومنتظمة للتعاون العسكري بين روسيا وسوريا. شو ما عملوا بهالمجال ما رح يقدروا يلجموا الاندفاع الروسي لتحقيق مصالح الدولة الروسية العظمى في العالم في بناء معادلات جديدة، ونحن نستند إلى هذه الشراكة بهذا المفهوم، لأنه نحن وروسيا والصين ودول البريكس وإيران وغيرها نحن جزء من محور التحرر من الهيمنة الأحادية الأمريكية، هذا مضمون المعركة المشتركة بيننا وبين الروس. لما عم نحكي عن تصويب الأداء، لما عم نقول شريكنا الروسي مطالب بمواقف وخطوات أشد حزما ألا يفسح مجال للتأويلات والأوهام، لأنه الفرنسوية المخابرات الفرنسية مرأت ببيروت لبعض السياسيين معلومات بتقول أنه يعني ممكن عن طريق تليين الموقف الروسي تنفتح الأبواب أمام مجلس الأمن الدولي من أجل الاتخاذ خطوات تحضيرية للغزو العسكري، وهذا وراء التعميم اللي طلع ببعض الصحف يعني بلبنان وبأوروبا وفرنسا وراء مطابخ مخابرات. هن أساءوا تقييم التعابير الروسية، اللي أنا برأيي أنه يجب أن ننصح شريكنا الروسي بأن يقلع عن المدارات في اللغة، أحيانا الروس بيختاروا بالدبلوماسية لغة مو أكثر تهذيبا تماما، ولغة إذا بدك فيها نوع من التورية أكثر منه تصريح مباشر، وهذا جزء من تقاليد الدبلوماسية يعني الروسية. التعريض للتصريح تماما تماما، هن هي جزء من تقاليدهم يعني تاريخيا الدبلوماسية الروسية من زمن الاتحاد السوفيتي تستخدم التوريات والترميز في لغتها السياسية، على الرغم من أنه بوتين جاي هالمرة داخل بقوة يعني تمام، لأن بوتين يريد أن ينهض الدولة الروسية، الدولة الروسية القومية التي تستند إلى عنصري العرق السلافي والأرثوذكسية، الديانة الأرثوذكسية كل عمرها إمبراطورية قبل لينين وقبل ستالين وبعد بريجنيف ومع بوتين وبعد بوتين، هي إمبراطورية عظمى وهي إمبراطورية لها نفوذ في أوروبا، وأنا وأنت والمشاهدين موجودين، السنوات المقبلة سيخوض فيها بوتين حربا ضروس ضد الحلف الأطلسي لاسترجاع جمهوريات أوروبا الشرقية التي كانت تاريخيا حرب إعلامية ولا عسكرية ولا دبلوماسية؟ ليست عسكرية بس هي صراع، هلأ النزاع حول الدرع الصاروخي اللي اعتبرته القيادة الروسية مسا بأمنها القومي هو جزء من العمل لاسترجاع جمهوريات أوروبا الشرقية، هذه الجمهوريات السلافية الأرثوذكسية تاريخيا كانت مواقع نفوذ تقليدية للإمبراطورية الروسية. طيب يعني هل يضع ذلك موضوع الأزمة السورية والتجاذب الروسي الغربي الأمريكي عليها بموضع الصفقة؟ يعني هذا يعطي تبرير لمن يقول بأنه لا صفقة، يعني الصراع على سوريا. دكتور محمد، الصراع ليس على سوريا، الصراع مع سوريا والصراع حول خيارات سوريا، حول مكانة سوريا وحول قوة سوريا، وأنا بدي أقول أنه ما حدا يحبط، خلينا نسترجع عناصر القوة،
روسيا اندفعت لتستعيد مكانتها في العالم بعدما تيقنت من صمود سوريا شعبا ودولة. ليش بينت قبل كم شهر هاي المبادرات الهجومية الروسية؟ ما بينت بداية الأزمة، ما التدخل الأمريكي من الأول والسلاح عم يجي من الأول. أنا يمكن بهالستوديو بآدار ل 2011 حكيت عن إرساليات الأسلحة التي يمولها سعد الحريري بطلب من بندر بن سلطان، وحكيت عن تورط تيار المستقبل بتغذية جماعات إرهابية على الأرض السورية. مش لحالي، كتار كمية من التقارير والمعلومات الرائجة في وسائل الإعلام تناولت هذا الموضوع. ليش الموقف الروسي بين قبل كم شهر بقوته، ازداد صلابة أكثر؟ لأنه تيقن من حجم القوة السورية، من حجم القدرة السورية على الصمود والفضل لشعب سوريا. سحب السفرة جزء من حرب نفسية، في محاولة لإقامة بيئة افتراضية تضغط على معنويات السوريين، تشعرهم بالضعف والوهن في وقت أن دولتهم الوطنية تتعامل بحكمة ولا تنقصها القدرة على الحزم. وأنا أتمنى أن نشهد في الأيام القادمة مبادرات انطلاقا من تقرير التحقيق النهائي حول المجزرة، وانطلاقا من مجموع الجرائم اللي فيها موقوفين اعترفوا بارتكابها، إعدامات على ساحة المرج للمرتكبين كائن من يكون، كائنا من يكون، وأن نشهد من جديد نهضة شعبية تؤكد الالتفاف حول الدولة الوطنية، حول الجيش العربي السوري. هذا هو أمل سوريا المستقبل، حول الرئيس الدكتور بشار الأسد ومشروعه. عناصر القوة السورية، وأنا عندي ثقة بقدرة الإعلاميين السوريين والإعلام السوري على تفكيك البيئات الافتراضية. يعني كتير بينحكى أنه الحرب على سوريا كانت بقصتها الأساسي حرب إعلامية، وهذا صحيح. والدليل اللي صار بقصة هالمجزرة أنه اللي عامل المجزرة مصنع الصور وصنع الحملة السياسية معها وبلش يبني عليها إجراءات، شوي بلشت تبين الوقائع مناقضة للرواية التي أرادوا تعميمها. واشتغل الإعلام السوري، الإعلام الوطني السوري العام والخاص، على تفكيك هذه البيئة الافتراضية. أنا بعتقد أنه تمكنت سوريا من الانتصار في الحرب الإعلامية، حققت موقع دفاعي متين، والدليل هي العقوبات. يعني لما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بيعاقبوا قناة مثل قناة الدنيا، أو بيعاقبوا الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، لو هالمؤسستين ما كان لهم دور بتثبيت صمود سوريا ومقاومتها لهذه الحرب العالمية ما كانوا استضيفوا. الإذاعات الخاصة السورية، الصحافة السورية، الإذاعة العامة السورية، المواقع الإلكترونية، أنا برأيي نهضت سوريا بقواها الحية في مقاومة هذه الحرب. ونحن اليوم نواجه فصل من الفصول الأخطر في هذه الحرب، لأنه هدفه إطلاق مناخ من الفتنة الطائفية، والفتنة الطائفية لا تقاوم إلا بالوعي وبالتمسك بالوحدة الوطنية. مثل ما كنا واعيين بتفكيك البيئة الافتراضية بالمراحل السابقة، يجب أن نتيقظ اليوم وأن نطور حالة من الوعي التفاعلي عبر الإعلام الوطني السوري العام والخاص، عبر حراك المجتمع، يعني شباب سوريا اللي نهضوا بالساحات لا يأكدوا الإصرار على المقاومة والتصميم على الصمود. طيب، كمان هني من عناصر القوة السورية اللي مطلوب اليوم تكون حاضرة بالميدان. أستاذ غالب، في بعض الناس اللي نتقي فيهم بالعادة بالأماكن العامة أو غيرها يقولون لماذا تركزون في وسائل الإعلام ويركز ضيوفكم الأكارم على موضوع أنه نحن أما أنه روسيا والصين معنا أو ما عدنا شيء آخر غير هدول؟ بمعنى هل نحن لا نملك قوتنا؟ يعني هل نحن لا نملك مقومات أخرى تؤهلنا على أن نقف على رجلينا إلا بوجود على الإطلاق تلك الأطراف معنا؟ على الإطلاق. يعني أنا قلت لك مثل حرب تموز، مين اللي خاضها لحرب تموز؟ خاضتها سوريا والمقاومة، ما حدا تاني كان، وبدعم إيراني، بس إيران بعيدة بالجغرافيا. سوريا كانت طرف في الحرب، وقررت سوريا القيادة السورية. أنا تبلغت في اليوم السادس أو السابع للحرب، علمت أن القيادة السورية قررت دخول الحرب في واحدة من ثلاث حالات:
إذا شملت إسرائيل الأراضي السورية بعدوانها، إذا تحرك جيش العدو باتجاه جبهة البقاع الغربي، وطلع بيان رسمي سوري بيحذر إسرائيل من مثل هذه الخطوة لأنها تشكل تهديدا للعاصمة دمشق، وفي حال طلبت قيادة المقاومة في لبنان نجدة سوريا. سوريا كانت طرف مباشر في هذه الحرب، وأنا أكتفي بما سبق لقائد المقاومة السيد حسن نصر الله أن عرضوا من الوقائع حول أهمية الموقع السوري في حرب تموز. في حرب تموز ما كان حدا معنا. قمة بطرسبورغ قلت لك كانت معقودة بضيافة روسيا، وفي حينه تمت تغطية العدوان الإسرائيلي. بس كيف انتصرنا؟ انتصرنا بالإرادة، انتصرنا بقرار الصمود، بمثل هذا القرار الوطني الذي اتخذته الدولة السورية حول موقفها من الحرب ومسارها وتداعياتها، وهو قرار شجاع وجريء ومقدام في التصدي للحرب العدوانية الإسرائيلية. الشعب السوري كله كان جزء من معادلة الصمود والانتصار باحتضانه لمن هجرتهم الحرب من جنوب لبنان ومن الضاحية الجنوبية، وكانوا أكثر من مئات الألاف يعني، والبعض يقول بلغوا للمليون لبناني اللي احتضنوا في سوريا آنذاك وفتحت لهم البيوت. وبالتالي لا، مش صحيح. بمعنى نحن أوعى من أن نضع كل البيض في سلة واحدة. روسيا شريك ولكن لا تحل مكاننا وليست وصيا. الدولة السورية قدمت نموذج في أنماط شراكتها على قاعدة الاحتفاظ بقرارها السيادي. هي تشارك لا تلتحق. سوريا شريك لإيران وشريك لروسيا وشريك للصين وشريك لفنزويلا ولكثير من الدول، شريك للبنان. كانت تقيم علاقات شراكة مع الدول الأوروبية وتصارعها. يعني حين يقول الرئيس الأسد أنه حتى أيام التعاون والحوار مع الأوروبيين كانت أيام صراع على سيادتنا واستقلالنا، يعني ذلك معادلة علاقة فيها صراع وفيها تعاون. فالدولة السورية دولة سيدة ليست ملحقة بأحد. وحين نقول أننا نتشارك مع روسيا التطلع إلى تحرير العلاقات الدولية من الهيمنة الأحادية الأمريكية، نحن نتحدث عن قضية مشتركة كان لنا السبق في المواجهة فيها. عندما وقف الرئيس الأسد في وجه الأمريكيين قلت لك كان الكل في العالم يساير، كان جاك شيراك يقول أبا أش بدل تحق بالأمريكان، وذهب ذليلا إلى جورج بوش يطلب منه الصفح لمعارضته غزو العراق ويقبل بالفتات أملا بأن ينال حظوة توني بلير آنذاك الذي كان رئيس وزراء بريطانيا. أنا بعتقد أنه هذا البلد في كمية كبيرة من الاعتزاز بعروبته والثقة بالكرامة الوطنية والقدرات الوطنية وفي إمكانات. يعني سوريا مثلا الدولة غير المديونة، سوريا اللي فيها موارد وإمكانات اقتصادية مكنتها من الصمود في مواجهة العقوبات والحصار قبل هلأ، ما من الثمانينات العقوبات تتوالى على سوريا والعقوبات تتوالى على سوريا، يعني هي ليست حدثا جديدا. هم يتحدثون عن عزلة سوريا. الحكمة في مواجهة الكلام عن عزل سوريا اليوم قالها جيفري فيلت من سنة 2008، قال لقد اتخذنا إجراءات لعزل سوريا لنكتشف بعد ذلك أننا نحن المعزولين. الولايات المتحدة منذ قانون محاسبة سوريا 2005 وبوش تماما سوف يتكرر هذا الدرس، وهذه الأمثلة ستجد من يعيدها في أكثر من عاصمة في العالم. السبب البسيط أنه هذا البلد هو قلب المنطقة، هذه دمشق هي العاصمة الوحيدة. يقول بيل كلينتون عشية زيارته لدمشق للقاء الرئيس الراحل حافظ الأسد، كتب في يومياته يقول إني أتجه لزيارة المدينة الوحيدة في التاريخ التي لم يعد بنائها لأن أي غاز لم يستطع أن يدمرها. هذه هي دمشق. وبالتالي عناصر القوة التي نتمسك بها اليوم، الوعي، الديناميكية والمبادرة عند روح بروح الشباب الذي هب وانتفض للدفاع عن الوطن، التمسك بالوحدة الوطنية ورفض كل مفردات التحريض والفتنة والعض على الجراح. أنا أعلم
من وقائع يوميات الأحداث السورية أن العصابات الإرهابية، أن المخابرات الأجنبية، أن المرتزقة الذين أرسلوا إلى سوريا ويشغلون في سوريا، أن إرهابيي القاعدة يراهنون على عمليات قتل بربرية لاستسقاء الدماء. نحن بحاجة إلى روح الوحدة الوطنية، إلى العض على الجرح في هذه المرحلة، والتضامن والتماسك حول الدولة الوطنية، لتصل الأمور بنا إلى اللحظة التي تتمكن فيها هذه الدولة الوطنية من اتخاذ الخطوات المناسبة لتصفية بؤر الإرهاب وإعادة فرض الاستقرار في وضع مشابه بملامح الإحباط اللي أشرت لها والقلق. وتلجوا المراقبين العرب، اضطرت الدولة السورية أيضا إظهارا لحسن النية أن تتخذ خطوات، وهي تهدف بكل ذلك شو؟ أن تثبت أولا لشعبها التزامها بتطلعاته، سواء ما يتعلق منها بالحوار والشراكة الوطنية والإصلاح، أو ما يتعلق منها بإعطاء الفرص للمتورطين بالأعمال المسلحة من أجل العودة عن الخطأ. وهذا سبب كل عمليات العفو المتلاحقة التي صدرت، والتي قد يصدر منها شيء جديد يعني خلال المرحلة المقبلة. وقتها عاشت الناس حالة من القلق، وأنه ليش الدولة ساكتة، وليش الجيش ما بيضرب، وليش ما بتتم خطوات حاسمة. حصلت معركة باب عمر، وبتتذكر معي أكيد أنه أدت إلى ارتفاع الحالة المعنوية وترسخ الثقة بقدرة الدولة على محاصرة الفوضى والتمرد المسلح وبؤر الإرهاب. مع إعطاء الفرص، مع العفو، مع المسامحة، مع دعوة الناس لإلقاء السلاح وتسليم نفسها بدون أي بضمان لسلامتها الشخصية، أنا بعتقد أنه الدولة السورية تتصرف بحكمة عالية، وهي تمسك بزمام المبادرة على المستويات الخارجية والداخلية. يجب أن نعزز الثقة الوطنية في الداخل، أن نعزز الروح المعنوية للشعب السوري، هذا الشعب المقاوم البطل لليوم عم بيخوض مواجهة مع حرب عالمية، وسنكسب هذه الحرب. طيب. سأعود مع حضرتك ونتوقف مع السادة المشاهدين في هذا التقرير حتى نتابع موضوع التضليل الإعلامي الذي يعده الزملاء في تلفزيون الدنيا. لدينا بعد التقرير مع الأستاذ غالب قنديل موضوع السفراء، التداعيات، وكيف هو الرد المناسب من قبل سوريا على ذلك الموضوع. التغطية ما زالت مستمرة، أحداث سوريا أولا بأول على الجزيرة بحياد ومهنية ودون تضخيم أو تحريف، وبلا اقتطاع الأجزاء التي لا تروق لهم. هذا تقرير على الجزيرة تتحدث فيه المحطة عن تغطيتها لما يجري في سوريا وتداعيات أحداث حمص الأخيرة وجديد زيارة كوفي أنان إلى دمشق. في نهاية التقرير عرضت هذه الجملة لنائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد. سوريا خلال هذه الفترة لم تقم ولو بانتهاك واحد لخطة أنان. وبعد كلامه عرضت الجزيرة هذه الصور لما قالت إنه ضحايا سوريون سقطوا نتيجة قصف الجيش السوري. في تسجيل جديد بث على الانترنت صور بتاريخ 25 مايو الجاري، المكان الحولة بالقرب من حمص، والأشخاص سوريون ضحايا قصف الجيش النظامي. هذه الصور التي قالت الجزيرة إن ناشطين بثوها على شبكة الإنترنت، وبغض النظر عن إضعاف جودة الصورة فإنها ذات الصور التي عرضها تلفزيون الدنيا ليلة 28 أيار. الصور التي تم من خلالها إظهار أن لحظة وقوع المجزرة كان على أرض الحولة مسلحون لا يحملون سكاكين أو حرابا فقط، وإنما هناك من كان يحمل قواذف RPG كهذا الرجل الذي يحمل بيده القاذف دون المقذوف، فالقذيفة قد تم إطلاقها من قبله قبل لحظات، وها هو يمشي بجانب الجثث مقطعة الأطراف والأوصال، يمشي دون أي تأثر بموت أحدهم، لدرجة أنه وبعد مروره سمع أحد المسعفين ينادي: يا شباب شيلوا كرمال الله شيلوا شبكون، يا شباب شيلوا كرمال الله شيلوا شبكون.
صرخ الرجل بهذه الجملة بعد مرور هذا الرجل وبيده قاذف الRPG ودون أي التفات لمن سقط. على أي حال، الجزيرة عرضت المقطع مقتطعا دون إظهار المسلح، فقط لتقول إن هؤلاء هم ضحايا قصف الجيش دون غيره، لنقد كلام المقداد لتكون هذه هي تغطية الجزيرة. ذات التقرير على الجزيرة تتحدث المحطة فيه عن زيارة أنان، وتغطي من خلاله حوادث القتل التي ترتكبها الدولة السورية والدولة السورية فقط، وتقول إن هذه الأعمال تحدث في وقت جاء فيه كوفي أنان إلى دمشق ليقول إن خطته لا تسير على ما يرام. التصعيد الدبلوماسي الدولي جاء في وقت كان فيه المبعوث كوفي أنان يبلغ الرئيس السوري بأن الخطة بنقاطها الست لا تنفذ كما يجب. تقديم كلام أنان يعطي انطباعا بأنه سيقول على الجزيرة كلاما له علاقة بفكرة أن مهمته لا تسير جيدا. أما كلام الرجل فهذا ما كان. نحن أمام منعطف. الشعب السوري لا يستحق مستقبلا من الدمار والانقسام، إلا أن القتل والانتهاكات ما زالت مستمرة. النقطة الأولى هي أن كلامه مبدئيا ليس له علاقة بفكرة أن مهمته لا تسير جيدا وأن الدولة السورية تعرقلها، يقول مراقبون. وثانيا، الجزيرة ذكرت هذه النقطة من كلام أنان فيما تجاوزت نقاط أخرى تحدث بها الرجل، وكنا قد عرضناها ونقلناها عنه في تقارير نشرة أخبارنا، نقلناها دون أن نجملها، ولم نقتطع من حديثه ما يروق لهذا ولا يروق لذاك. Let me finish with a message to all Syrians. هذه رسالتي للسوريين. أصدقائي الأعزاء، أعلم أنكم تنشدون مستقبلا أفضل، لذا ابتعدوا عن سفك الدماء من أجل سوريا والمنطقة. يجب أن نوقف العنف وندخل في مرحلة انتقال سياسية نحو مستقبل ديمقراطي ومجتمع يأخذ فيه كل مكانه. علي أن أوضح أن من ينهي العنف هم السوريون، والخطة ذات النقاط الست واضحة، ويجب على الجميع بما فيهم القوى المعارضة وقف العنف، ونناشد حكومات العالم أن تتوقف عن إمدادهم بالسلاح. من جملة كلامه أنه قال يجب على الحكومات التي تمد المعارضة السورية بالسلاح أن تتوقف عن ذلك، والجزيرة مثلا لم تتعرض لهذه الدعوة من قبل المبعوث الأممي. يمل الصبر ولا نمل. الجزيرة والعربية وغيرهما تقول، ونحن نتتبع ونحلل ونناقش وبالحجة نرد، يقول السوريون. أهلا بكم مشاهدينا. واحدة من القصص اللي هي مثل قصص ما قبل النوم اللي عم يذكروها موضوعة الحرب الأهلية، ذكروها في البداية والآن أعيدت بقوة. تعرف بان كيمون من يوم يومه هو قلق وما عم ينام، حتى ما عم يشرب قهوة والشاي والكافيين. آخر تصريح له أنه عم يحذر من حرب أهلية كارثية. بالمقابل أمريكا قالت بأن روسيا وإيران هي من يدفع باتجاه الحرب الأهلية، و يؤيد السلطات في سوريا، بالتالي ستكون هناك كارثة أهلية. لذلك أمريكا من باب إبراء الذمة راح تتخذ الآتي. هم الآن يتخذون إجراءات. مارتن ديمسي الجنرال الأمريكي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة حكى أنه أنا بريء. كما تعلمون وظيفتي هي تقديم الخيارات للقائد العام للقوات المسلحة، يعني الرئيس الأمريكي. نعم. أعتقد أنه ينبغي النظر في الخيار العسكري. هو ما يريدون حرب أهلية، بس يمكن ينظرون بالخيار العسكري. الإجراءات القيد المناقشة الآن هي إرسال قوات لحماية ترسانة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في سوريا، تقديم المساعدات الإنسانية الضخمة للمواطنين وفقا لمسؤول الأمريكي وغيره كمان بالمنطقة، وأنه الأمريكيون ناقشوا مع الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن وإسرائيل ما يجب القيام به إذا انهار النظام السوري. طبعا هذا وفقا لعدة مصادر ذكرتها CNN الأمريكية. رئيس الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي مايك روجرز قال إن الولايات المتحدة لديها الموارد اللازمة لعمل قوي ضد النظام السوري، وقال بأنه يمكن لنا وبالتالي في جامعة الدول العربية أن نشكل نقطة تحول، هكذا قال
مايك روجرز، وقال من شأن ذلك توفير قدرات معينة للجماعات التي نعرفها وتحاول الإطاحة بنظام الأسد والتي يمكننا أن نفهم من هي تماما. هذا على CNN بدهم يدعموا جماعات معينة. مستشار الأمن القومي الأمريكي دينيس ماكدونو قال إن الدفع الدبلوماسي المعروف بشكل غير رسمي بالخطة أي، يعني خطة واحد، من قبل مسؤولي الأمريكيين الحكوميين لا يزال هو خطة اللعب في سوريا، هاي خطة أي، في حين أن العمل العسكري للخطة بي أو خطة الثانية لا يزال على الرف، ولكن فقط في الوقت الراهن. بمعنى هم الآن يدفعون باتجاه خيار عسكري متاح على الطاولة، وربما موضوع طرد السفراء كما يتخوف البعض هو بداية لذلك السيناريو. دكتور محمد، أولا لو كان بمستطاع الولايات المتحدة ودول الحلف الأطلسي شن حرب على سوريا لوقع ذلك قبل أشهر، ولم يكن لينتظر حتى اليوم لا خطوة سحب السفراء ولا غيرها. وتتذكر وقت اللي أعلن عن استدعاء السفراء في سياق هذه الأزمة قبل أشهر، كمان أشاعوا أجواء من هذا النوع، وإجا جيفري فلتمان على بيروت وحكى قدام أحد نواب المستقبل أنه خلال أسبوعين ستبدأ الغارات الجوية على دمشق على الطريقة الصربية. ما بيركبوا سيناريوهات الأمريكان. هذه كلها أدوات الحرب النفسية. هناك محاولة لإثارة البلبلة لدى الرأي العام السوري، في الرأي العام السوري، وإشعار الناس بأنه في ظروف صعبة وما رح تقدروا تواجهوها. الرد على ذلك هو تأكيد خيار المقاومة، استقلال سوريا، مصير سوريا، وجود سوريا في الميزان. وهذه مسائل لم تكن مرة في التاريخ لا المعاصر ولا القديم موضع نقاش عند السوريين. أنا على ثقة مطلقة أن السوريون سيثبتون، أن السوريين سيثبتون جدارتهم بالدفاع عن وطنهم، وهذا ما يعرفه الأمريكي. الأمريكي يعلم أن الجيش السوري ليست المواجهة معه نزهة، وقدراته الدفاعية هائلة وقوية جدا، وضرباته ستكون موجعة. شو اللي خلى أردوغان يحطط عن جحشته ويقعد بعد طول التهديدات اللي أطلقها؟ وياما سربوا كمان سيناريوهات بالصحف انه بكرة ولا بعد بكرة بيتحرك الجيش التركي. طلعت تحذيرات من الخبراء الاقتصاديين الأتراك انه سيكون اليوم التالي يوم انهيار تركيا الاقتصادي والمالي. الخبراء الأمنيين والعسكريين، واعترف أردوغان امبارح، قال أصحاب الاختصاص حذرونا من التبعات، ولذلك هذا الخيار ليس مطروحا في المدى المنظور، الخيار العسكري. لو كان حلف الناتو بعد هزائم أمريكا ولهاثة للخروج من أفغانستان وهربة من العراق وحالة إسرائيل المذعورة المرعوبة أمام، ما بديش اقول لك امام قوه المقاومه في لبنان، امام فصيل من فصائل المقاومه في قطاع غزه، انهزمت اسرائيل، واسرائيل هي القوه الامريكيه المتقدمه. سوريا الحرب معها منا مزحه. هن بمجلس الامن بجزم لك عاجزين عن تذليل العقبه الروسيه الصينيه، لأن قضية سوريا بالنسبة لروسيا والصين هي قضية الأمن القومي والمصالح العليا التي لا تقبل نقاش. حاولوا المساومة، حاولوا المقايضة، حاولوا عرض البدائل، عرضوا صفقات، حاولوا هلأ بالابتزاز. التحقيق الوطني السوري يجب أن يضع النقاط على الحروف ونتوقع منه ذلك، ويقطع دابر الجدل بهذا الموضوع، ومجلس الأمن يجب أن يوضع أمام مسؤولياته في حق من يخربون خطة أنام. أنا برأيي اللي نحن قدامه هو حرب نفسية، ما تغير شيء بتوازن القوى، لا الأزمة الاقتصادية المالية اللي مانعة شن حروب جديدة بحجم الحرب التي يقتضيها احتلال سوريا. أنت عم تحكي عن مش غرناطة سوريا، سوريا ليست جزيرة غرناطة اللي راحوا عملوا فيها مناورة بالثمانينات. سوريا دولة متماسكة، شعب مؤمن بسيادته، بهويته، بوطنيته، وبالتالي سيكون التحرش بسوريا جحيما. وأنا بقول لك قد تكون كل حرب هي وبال،
ونحن لا نتمنى الحروب ونرفض الحروب الأهلية ونريد الاستقرار لأهلنا في كل مكان من سوريا، ولكن قد يكون ارتكاب الحماقة مناسبة لفرصة. كيف يعني؟ مثل ما بيقول سمحت السيد حسن لما بيحكي عن موضوع إسرائيل أننا سنحول الحرب إلى فرصة. هم يعلمون أن أثمن ما لديهم في هذه المنطقة، أثمن من النفط وأثمن من عملاء الحاكمين وأثمن من كل ما لديهم من مصالح في المنطقة، هذه القاعدة التي اسمها إسرائيل. منظومة المقاومة تعرف أن الجواب على الناتو واعتدائه على سوريا إذا غامر بذلك سيكون دك الكيان الصهيوني. لكن هذه الخطوة أيضا لها تأثيرها، ما هو تأثير موضوع يعني إنهاء عمل السفراء السوريين والدبلوماسيين بالخارج، وكيف يمكن أن ترد سوريا بالمقابل؟ طبعا بالنسبة لي كعروبي ومقاوم وكتحرري استقلالي في هذا الشرق، ليس قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة في العالم تجاه سوريا مناسبة للاحتفال. نحن نعتبر أن هذا عمل عدواني، وهذه خطوة جزء من خطة الحرب التي تشن على سوريا، الهدف منها التأثير على المعنويات. هناك مبدأ المعاملة بالمثل، وأعتقد أن الناطق بلسان الخارجية دكتور مقدسي اليوم أشار إلى خطوات قيد الدرس في التعامل مع هذه المسألة. وتعودنا على الإدارة السورية للصراع أن إدارة متأنية وبتدرس خطواتها، يمكن أحيان بحالة حماس الشارع بصير يطالبك بده دغري على النار على السريع خطوات. أحيان القيادة تستنسب أن توقيت الخطوات مرتبط ببلورة شروط معينة وإنضاج معطيات معينة، ربما لتخفيف الكلفة لزيادة المردود. يعني هذا أمر يتعلق بما تقدره القيادة التي تدير الصراع في هذا المجال، وأنا واثق أن خطوات ستتخذ. وأعتقد أكثر أن الدبلوماسية السورية تمتلك دينامية وقدرة على الحركة، ستثبت فيها للعالم أن قطع العلاقات الدبلوماسية من قبل مجموعة من الدول هو لا شك خطوة مؤذية وخطوة ضارة وبادرة سلبية وعدائية كما قلنا، ولكنه ليس نهاية العالم. العالم اليوم ليس الولايات المتحدة وفرنسا فقط، العالم فيه كمية واسعة من الخيارات والعلاقات مع دول ومع شعوب نستطيع أن نقيم معها علاقات تعاون وأن نتحرك باتجاهها وأن نوثق صلتنا بها. سوريا لديها علاقات وثيقة بأمريكا اللاتينية، لديها علاقات وثيقة بالهند، بروسيا، بالصين، بجنوب أفريقيا، بإيران، بالعديد العديد من الدول. وأنا أتمنى أن نشهد خلال الأسابيع المقبلة ما يثبت للعالم وما يعزز ثقة الشعب العربي السوري بأن لديه مؤسسة دبلوماسية جديرة بالاحترام، وهي أصلا جديرة بالاحترام لأن الأمريكي والحلف المعادي كله لا بأمواله لا بمخابراته قدر يخترقها. يعني كل الضغوط التي مورست لم يستطيعوا أن يعثروا على حاجب في سفارة يعلن خروجه عن الولاء لدولته ولوطنه. بس في قنصل فخري بكاليفورنيا، بس تقول قنصل فخري يعني تاجر منتفع على صلة بالأمريكان بيبني حساباته على التوجيهات، لأن القناصل الفخريين المقيمين حيث هم يرتبطون بشبكة مصالح مع الدولة التي يقيمون لديها. تقصد تجار يعني؟ مش بس تجار، التجارة منا لعنة، بس إذا كانوا تجار مواقف إيه؟ لأنه يعني لعنة. يستغلون السياسة بإطار ما؟ يعني مفهوم القنصل الفخري هو مرتبة معنوية تتصل بعلاقات تجارية، علاقات تبادلية بين الدولتين، الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها، وهذا يعرض الشخص المعني لضغوط ربما قد لا تكون ارتباطا أو عمالة، بس ربما كان تحت الضغط قراره يعني. ولكن القنصل الفخري ليس جزءا عضويا من مكونات السلك الدبلوماسي، هو ليس سفيرا ولا سكرتير أول ولا قائم بالأعمال حتى نعتبر وممكن هو يكون حامل الجنسيتين.
تماما، ونحن لا نعرف يعني تفاصيل هذه الحالة، ولكن بس اللي والله يعني ستتخذ إضافة إلها ملاحق خطوات أخرى في دول عربية أخرى في بعض العواصم الأخرى، يعني يعني بما أنه صارت هي موضة، يعني موجة الحكومات العبرية دكتور محمد باخذ قرارها من زمان، يعني الضالعين بالتآمر على سوريا، ما هي الجامعة العبرية أخذت موقف عدائي من سوريا وكانت شريكة في العدوان. يعني نبيل اللا عربي كان بده يحث مجلس الأمن على تدخل عسكري من كذا شهر لما رفع حجب، تخيل أنت، حجب عن مجلس الأمن الدولي تقرير المراقبين العرب، ليس لأنه منحاز للدولة السورية، وهو لم يكن منحازا، تقرير الفريق الدابة ما كان منحاز للدولة السورية، وكان مسايرا في بعض فقراته للمجموعات المسلحة على طريقة السيد كوفي أنان، بس مجرد أنه يتميز بشيء من التوازن الذي يعطي جزءا من حق الدولة السورية ومصداقية روايتها عن الأحداث الجارية على الأرض، حجب هو وحمد بن جاسم يوزعوه بمجلس، طالبوا الدكتور الجعفري بتوزيعه وحجبوه. فأنا برأيي أنه الخيارات وصلت إلى مداها، الصراع الذي يخوضه شعب سوريا اليوم هو صراع على مستقبل المنطقة والعالم، ولذلك تحتشد فيه كل المواقف والخيارات وكل المواقع على مساحة الكرة الأرضية. ما هي نقطة التحول في هذا الصراع؟ أنا أعتقد أن نقطة التحول القادمة ستكون نهضة الدولة السورية وقدرتها على فرض الاستقرار على الأرض. طبعا أنا هذا يحتاج إلى مدى زمني معين؟ نعم، هذا يحتاج إلى مدى زمني معين، ولكنه بالمدى المنظور ولا غير المنظور؟ في المدى المنظور القضية المركزية ستكون تصفية أوكار الإرهاب والتمرد، في المدى البعيد ستكون الحرب مع شبكات القاعدة والإرهابيين والتكفيريين حربا طويلة نسبيا، قد لا تنتهي في مدى شهور، قد تستمر ذيولها لفترة أطول عمليا. يعني اليوم أعتقد أن الدولة السورية حققت نجاح مهم في إغلاق المسارب الحدودية الأساسية التي كانت تستخدم للتهريب. يعني نحن بنعرف بلبنان كل كم يوم بيصير اشتباك بين الجيش العربي السوري أو حرس الحدود مع مجموعات لبنانية وبعض العصابات يعني التابعة للجيش الحر، ناقلين كميات من السلاح من لبنان، بيتم التصدي لهم، يصادر السلاح ويقع قتلى وجرحى ويتم توقيف أشخاص. الجيش اللبناني حسن من إجراءاته، ولكن حتى الآن بعد في ثغرات موجودة، وعلى على ما يبدو حتى ليس فقط موضوع تهريب السلاح، إنما حتى موضوع شبكات تجسس، آخرها كانت عملية عاج بالتعاون تمام بين الجيش تمام أو الأجهزة المعنية. هن عملاء الاستخبارات دكتور محمد موجودين، يعني احنا اكتشفنا مثلا أنه بابا عمرو كان فيه ضباط استخبارات فرنسيين وأسبان وطليان وقاعدة انجرلك عم بتدير العمليات، وهلأ في معلومات تحكي عن ضباط أتراك يعني تم توقيفهم خلال ضلوعهم بعمليات على الأرض السورية. حتى أمريكا نفسها كانت عم تتحدث يعني في بعض المصادر أنه هناك عمليات تدريب لمقاتلين يمكن أن يزجوا في الصراع داخل سوريا. الواشنطن بوست، الصحف الفرنسية، عدد من الصحف، ليبراسيون، لو بوان، نوفيل أوبسيرفاتور، حكيوا عن ضباط من المخابرات الأمريكية موجودين بلبنان وموجودين بتركيا وعم يشرفوا على تدريبات، يعني قبل أشهر هذا الكلام. أنا أعتقد أنه هن أصيبوا بحالة من اليأس إزاء إمكانية التدخل بسوريا، فاختاروا التدخل غير المباشر، يعني الحرب بالواسطة، وسخروا أموال قطر والسعودية وأجهزة الاستخبارات وعملائهم بلبنان لإنشاء هذه الشبكة. بس اليوم بدأنا ندخل مرحلة جديدة دخل فيها هذا المخطط مأزقه، الإفلاس على الأرض هو خلف التدابير الصوتية. يعني اليوم في مجزرة وهي مجزرة مهولة ومروعة، نظموها من أجل تفعيل الضجيج والتأثير على الحالة المعنوية بالحرب النفسية، لأنه على الأرض مش قادرين يعملوا تغيير بميزان القوى. يعني الجيش العربي السوري ما قدروا يخلخلوا بنيته، ما قدروا يخلخلوا قوته، ما قدروا يزعزعوا ثقة الناس بالجيش وبالدولة.
هن بيعترفوا بعد الانتخابات التشريعية اللي صارت، هن اعترفوا انه لا تزال الغالبية الشعبية من الشعب السوري تقف الى جانب الدولة وتقف خلف الرئيس. البيئة الافتراضية الاعلام السوري نجح بتفكيكها، ينتقل الى الهجوم. هلا عين التضليل الاعلامي اللي شفناها، المواد اللي عم نشوفها على الفضائية السورية، المسمعها بالإذاعات السورية، المنطلع على المواقع الإلكترونية لشباب سوري مبادر في خوض معركة الدفاع عن الوطن، كلها تؤكد أن سوريا لديها كل المقومات التي تمكنها من الانتقال إلى الهجوم المعاكس، وأنها تمسك زمام المبادرة، وأن محاولة خلق انطباع عكسي لدى الشعب السوري هي خلف المجزرة وردود الفعل وسحب السفرة وإشاعات الحروب اللي قادر منهم يحارب يفرجينا زنوده. أنا عم بحكيها هيك بالعربي الدارج، أنا على ثقة مطلقة. هون ترد عليك كلينتون بالكلام الآتي، اسمح لي، تقول إن المجتمع السوري أكثر تنوعا وبه انقسامات عرقية أكبر، لا توجد معارضة موحدة، كما أن دفاعاتها الجوية أقوى وقدرات جيشها تفوق كثيرا قدرات جيش القذافي، بالإضافة إلى وجود تأييد دولي. لا يوجد تأييد دولي لموضوع العمل العسكري بسبب معارضة روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي، وقالت بأنه الكثافة السكانية في سوريا تزيد من احتمالات وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين في أي عمل مسلح. كان هذا في معرض تبريرها لعدم قلب مش على المدنيين، أكيد اتجاه عمل عسكري. أيوة قلب أكيد مش على المدنيين، أكيد في قدرات دفاعية هائلة واستراتيجية عند الدولة هي عم تبرر ليش ما عم تتخذ يعني أمريكا. لا، وفي شيء ثاني، عمليات تدخل أو في أسباب التدخل العسكري. في شيء ثاني، أن الإمبريالية الأمريكية مهزومة وهي في حالة انحدار، وهي لا تملك أي قدرة على شن حرب جديدة. اللي بيعرفوا باللهجة البدوية بيفهموا علي، في مثل بيقول حملوا العنز، تعرف شو التتمة. أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ غالب قنديل، عضو المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في لبنان. للأسف الوقت أزف، شكرا على حضورك. شكرا معنا لكم. ترجع شكرا بالسلام إن شاء الله. تحية لكل الزميلات والزملاء في الإعلام الوطني السوري العام والخاص، المكتوب والمرئي والمسموع، لأنه المعركة اللي عم بتخوضوها اليوم هي معركة مجيدة، معركة مقاومة دفاعا عن هذا البلد العظيم سوريا، قلعة العروبة وموئل كل أحرار الأمة العربية. شكرا لك، ويعني إن شاء الله تكون الأيام القادمة تحمل ما هو خير لكل السوريين وكل المنطقة إن شاء الله، بعيدا عن كل احتقان وكل أزمة وعن تجار الحروب إن شاء الله. أيضا مشاهدينا، أشكر لكم، ويمكن أن تعبروا عن مطالبتكم الحكومة السورية بطرد كافة سفراء الدول التي أوقفت عمل البعثات الدبلوماسية السورية على أراضيها، وذلك بإرسال رسالة فارغة لرقم 1842 أو على voting@adunia.tv. النتيجة سترسل لوزارة الخارجية السورية طبعا بعد الحصول على الأرقام النهائية من هذا الاستفتاء. هذه تحيات الفريق العامل من تلفزيون دنيا. مشاهدينا، سنكون معكم أولا بأول بأي تطور جديد يطرأ في الوضع السوري في الداخل والخارج. دائما نترحم على كل شهدائنا الذين ارتفعوا إلى ربهم بأرواحهم الطاهرة، العسكريين والمدنيين، ونتأسف لأي قطرة دم تهدر على هذه الأرض الطيبة وعلى أي بقعة أخرى من بقاع الأرض. نحن مسالمون، ورسالتنا السلام، وسنبقى على ذلك دائما، لأننا لسنا طلاب حرب كما هو معلوم لدى الجميع، وتاريخنا يشهد وقيمنا تشهد على ذلك. إذن الرحمة على كل الشهداء. محمد عبد الحميد كان معكم والفريق العامل. السلام عليكم ورحمة الله.